بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلوات الله وسلامه عليه إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنا تحدثنا في الحلقة السابقة عن اليتم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتم وكنا ختمنا كلامنا بأن اليتم ما فقدوش معنى الرحمة بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قمة في الرحمة ومع مر تاريخ البشرية عرف ارحم منه. كانت الرحمه ديالو كتبهر الالباب، واليوم ان شاء الله غادي نوقفوا عند نماذج رائعه من الرحمه ديالو صلى الله عليه وسلم. من سمات الكمال اللي تحلى بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الخلق ديال الرحمه والرافه بالغير. كيف لا احبتي وهو المبعوث رحمه للعالمين، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، وهب الله قلب رحيم كيرقل الضعيف وكيحن على المسكين وكيعطف على الخلق اجمعين فشملت الرحمه ديالو الصغير والكبير القريب والبعيد المؤمن وغير المؤمن الانسان والحيوان بل والجماد فكان بحق الرحمه المهدات اللي يعني ما كانش كيصدر عليه شي قول او فعل الا وكتكون الرحمه من ابرز السمات ديالو واجتهد النبي الرحمه صلى الله عليه وسلم في ترسيخ هذا الخلق وغرسه في قلوب الناس من خلال الاقوال والممارسات اللي صدرت عليه فكان كيقول صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن وكيقول ايضا ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء جعل صلى الله عليه وسلم الرحمه بالنفس خير من الافراط في العباده وازكى فخرج النبي الرحمة صلى الله عليه وسلم عام الفتح المكة في رمضان حتى بلغ واحد الموضع يدعى كراع الغميم فصام وصاموا الناس ولما شاف أن يعني الصيام شق عليهم يعني صعب عليهم الصيام بسبب السفر دعا بقدح من الماء بواحد الكاس ديال الماء ورفعوا حتى الناس ثم شرب فقيل له أن من بعد قالوا له أن البعض لا يزال صائما فقال صلى الله عليه وسلم أولئك العصات أولئك العصاة وفي قصة مماثلة كان النبي صلى الله عليه وسلم سفر فشاف واحد الرجل يعني اجتمعوه عليه الناس وضللوا عليه فقال لهم ما باله ما له فقالوا رجل صائم فقال عليه السلام ليس من البر أن تصوموا في السفر وعليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها كانت رحمة النفس عنده كتفوق اعتباره كل شيء فهؤلاء اللي صاموا في سفر ودركهم العياء يعني وما تخلوش على الصيام ديالهم غضب منهم نبي الرحمة وعاتب عليهم لأنهم حولوا العبادة لتعذيب في حين أن الرحمة هي مصالف مصاحبة لتكاليف العبادة كلها وهذا باب واسع ما كيسمحش لنا المجال باش نطرقه فكان الأولى أنهم يأخذوا بالرخصة رحمة للنفس واستبقاء لعافيتها وقوتها فالله سبحانه يحب أن تؤتى رخصه وكيحكي نبي الرحمة عن النفس ديالو فكيقول إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها كيكون يبغي يصلي صلى الله عليه وسلم وكيبغي يطول في الصلاة فأسمع بكاء الصبي كيسمع شي وليد كيبكي فأتجاوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمي كيرحم الأم ديالو وكان صلى الله عليه وسلم كيصلي وهو حامل أمامة بنت الإبنة ديالو زينب فلما كيركع أو كيسجد كيخاف عليها من انها تسقط فكيوضعها على الارض وكانت يعني لتعلقها به ما كتبغيش تبقى في الارض فكتجزع من المفارقه دياله فكيحتاج انه يحملها لما كيقوم كي في الحقيقه يعني ما كاين حتى شي حاجه اللي كتكشف لنا على قيمه الرحمه عند نبي الرحمه مثل وضعها والعباده في كفتي ميزان ووضعها والخشوع في العبادة في كفتي ميزان عند إيدين كترجح الكفة ديال الرحمة رجحانا وأي رجحان فهذا رجل يقبل جاي عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كي يجري فرحان وكتغمره البهجة قادم كي النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد في سبيل الله تحت رايته فقال له فقال يا رسول الله جئت بايعك على الجهاد وتركت أبواي يبكيا فكيجاوبوا النبي صلى الله عليه وسلم وكيقول له ارجع اليهما فاضحكهما كما ابكيتهما فشوفوا يعني بسمه تعلو شفتي أبحنون حنون وتكسو وجه ام متلهفه ما كتباع عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى بثمن حتى لما كيكون الثمن جهاد كيتبت الدعوه ديالو كينشرها في الافاق وهكذا كيرد الوالدين لابن ديالهما رحمة بهما وكيجعل البر بهم مقدم على العبادة بمعنى آخر أحبتي كتقدر تحول العبادة لعقوق إلى تمت على حساب رحمة الوالدين وكانت الرحمة الإنسانية هي اللي كتجعل النبي الرحمة حريص أشد الحرص على مصيرنا وهي اللي كتخليه كيأمر بالحسنى وكينهى على السوء فيلا شي خير وحض عليه فبيدافع من الرحمه ديالو ويلانها على شي روح شي شر وحضر منه فبيدافع من الرحمه ديالو ايضا ومن اجل هذا كان كيخاف على الناس من الذنوب ديالهم وكيشوف هذيك الذنوب بحال شي اخطار كتهدد حياتهم وسلامتهم تيقول عليه السلام ان المؤمن يرى ذنوبه كانه قاعد تحت جبل يخاف ان يقع عليه ومحمد الرحيم لم يقف يوما من العصاة موقف المتألي والمسيطر بل موقف الرحيم الرؤوف الحريص كل حرص على نجاتهم وسلامتهم كيقول صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيه يعني الحشرات والفراشات كي يوقع في ذيك النار وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار يعني كي عن النار وأنتم تفلتون من يدي وحنا كنتفلتوا من يد صلى الله عليه وسلم يا سبحان الله يا لروح هذا الإنسان العظيم ويا لرحمته العظيمه كيشفق على المذنبين وما كيستخفش بهم وما كيستهزئش بهم بل يدعو لهم وكيتتبع جانب الخير اللي فيهم مهما كان ضئيلا صغيرا فكيشيد بهم وكيبتعت منه الثقه ديالهم بنفسهم جاء الى نبي الرحمه ذات يوم برجل شرب خمر فلما شافوه الاصحاب ديالو قالوا لعنه الله ما اكثر ما يؤتى به شاربا فصاح الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم لا تلعنوه فانه يحب الله ورسوله يا الله اي انسان مشرق اي انسان ما كيهدمش اقدار الناس لما فيهم من ضعف بل كيوضع عيني على الخير اللي فيهم وكيهتف به وكيقول وها هو ذا على الرغم من انه الرسول وصاحب رساله دينيه كتحرم الخمر وكتشوفوا احدى الموبقات الكبائر كيكرم في الانسان كيشربها فضيله قد انطوى عليها إنها فضيلة الحب لله وللرسول صلى الله عليه وسلم وكان كيقول في الحديث القدسي لكي يرويه عن ربه والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم كيسدي الإنسان أفسح رحمة لما كيحرروا من وطأة الشعور بالذنب باش ينهض من جديد فعفو الله عفو الله اكبر منها ومنه فشوفوا كيفاش كيعالج صلى الله عليه وسلم الخطايا انجع علاج لما كيوهب الامل في رحمه الله وكي يعني باش يتفوق هذاك الانسان على الضعف ديالو امام المعاصي ديالو ولطالما كان كيجيهو كي المذنبون وكيعترفوا وكي له وكيقولوا له راه درنا فعلنا وفعلنا فكيحاول الرسول صلى الله عليه وسلم انه يرد عليهم اعترافاتهم باش ما يضطرش انه ينزل بهم ما شرع الله من عقاب وكيخلي امرهم لرحمه الله سبحانه الواسعه وانه لا على هذوك اللي يعني بعيد كل بعد هذوك اللي ما عندهم الا التباؤس باخطاء الناس يعني شادين في اخطاء الناس وكيبقاو يعني كل وقت يعني يعاتبوهم ويتكلموا عليها فمع مرسل صلى الله عليه وسلم يأس من صلاحهم كيقول عليه السلام في هذا المقام اذا سمعتم الرجل يقول هلك الناس فهو اهلكهم اي اشدهم هلاكا كان قبل الانسانيه كان الرحيم، كان صاحب القلب العطوف، ما كيعرفش القسوة ولا الغرور ولا التشفي ولا الياس. كان كيكافح كي جميع اولئك اللي كانوا كيقنطوا الناس من رحمة الله سبحانه، وكان كيمقتهم مقت شديد. وكان صلى الله عليه وسلم كيواجه القسوة باعتبارها العدو اللدود للرحمة. فهذا الأقرع بن حابس أحد زعماء قريش، قبيلة بني تميم عفوا. وكان من الشخصيات المعروفة في العصر ديالو. دخل على نبي الرحمه محمد يوما في حاجه ليلو وكان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وكان النبي صلى الله عليه وسلم كي يعني كي كيحن عليه فتعجب الاقرع من هذا التصرف يعني وكانه استنكره وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقبلون اطفالكم قالوا واش كتبوسوا وليداتكم ان لي عشره من الولد ما قبلت منهم احدا شفيه النبي صلى الله عليه وسلم ووبخه وكان مما قاله له قال له من لا يرحم لا يرحم، وقال له ايضا او املك ان نزع الله الرحمه من قلبك، قال له شنو غنعمل لك الا نزع الله الرحمه من قلبك؟ كان الاقرع كيتوهم ان يعني تقبيل الاطفال وملاعبتهم كيتنافى مع الزعامه والعظمه، وهو ما جعله كيستهجن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وربما زاد استهجانه ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الامر قدامه. وكأن مجلس الكبار ما كيتسع لتقبيل طفل أبدا إن القبلة الأبوية الحانية اللي كان بينوا بها عن الحب ديالنا الأطفال ديالنا كتمثل شي حاجة كبيرة عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنها ليست هي ماشي عمل من أعمال التسلية واللعب انها الرحمه كتخذ مظهر من مظاهر اخرى كثيره فالنظره العاطفه رحمه والكلمه الطيبه رحمه والهديه المتواضعه رحمه والصفح الجميل رحمه وعياده المريض رحمه وافشاء السلام رحمه بل وتشميت العاطس ايضا رحمه كل هذه الاعمال كتبدو يعني كتبان لنا بسيطه الرسول صلى الله عليه وسلم شكل منها ومن نظائرها نهج للسلوك الاجتماعي اللي كتنمو فيه روابط الود وكتخبى بالتالي في اسباب التسلط والقطيعه والخوف وكل هذا ليش؟ هو رحمه بالفرد والجماعه كانت الرحمه ديالو صلى الله عليه وسلم كتشمل ايضا واحد الفئه ضعيفه من الناس انهم الخدم احبتي كان صلى الله عليه وسلم كيحط على التخفيف عليهم رحمة بهم وكان كينهى على القسوة عليهم فقد ذكر الخادم ديالو انس ان النبي صلى الله عليه وسلم مع قال له لم يقل له اف يوما وما قال له لما فعلت كذا ولما لم تفعل كذا معمرو قال له علاش درتي هذه وعلاش لي درتيش هذه ولم يضرب في حياه في حياته خادما قط قال صلى الله عليه وسلم لأبي مسعود شافو كيضرب واحد الغلام ديالو فقال له اعلم ابا مسعود لله اقدر عليك منك عليه فقال ابو مسعود فالتفت التفت فلقى الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله فقال له رسول الله أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار وحث النبي صلى الله عليه وسلم الناس على رحمة هذا الصنف فمما قاله هم اخوانكم جعلهم الله تحت ايديكم فاطعموهم مما تاكلون والبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما يغلبهم فان كلفتموهم فاعينوهم صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله شوفوا يا له احبتي من توجيه كيغرس الرغمه الرحمه عفوا غرسا في النفوس باش يستقر في القلوب الواعيه والنفوس الصافيه ان الرحمه خلق واجب من خلال ما سمعنا من من نصوص ومن خلال ما شاهدنا من وقائع من النبي صلى الله عليه وسلم ومن خلال متابعتنا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والتاسي به آه يعني آه ترى احبتي هل وقفت رحمه محمد صلى الله عليه وسلم عند الانسان وحده؟ كلا احبتي لقد سعت لكل كائن حي باش يدفع عنها كل أذى فينبض قلب الكبير بحقها في الرحمة والرفق فهو جدير بها بل وأحق بها وأكثر احتياج لها هذا اللي يعني ما كيملكش أنه يشكي ويتوجع ويقول رحماكم كيقول عليه السلام عذبت امرأة في هرة حبستها لا هي مات لا هي يعني حتى ماتت لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ومن فرط الاحساس ديالو عليه السلام بحاجه الحيوان للرحمه كان كيسمع الشكات ديال الحيوان المعني وكانما هو نداء النجدة لكل طالب رحمه حتى ولو كان يعني حيوان كيقول عبد الله بن جعفر دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بستان لرجل من الانصار فاذا فيه جمل فما ان راى النبي هذاك الجمل شاف النبي صلى الله عليه وسلم حتى حن وذرفت عيناه فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح دموعه فسكن وقال الرسول صلى الله عليه وسلم من رب هذا الجمل؟ فقال فتى من الانصار هو لي يا رسول الله فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الا تتقي الله في هذه البهيمه التي ملكك الله اياها فانه شكى لي انك توجعه واخيرا كنقول احبتي هذه يعني ومضات ولمحات من رحمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمته بالناس ورحمته بالاحياء جميعا رحمه الانسان اللي رسل الله رحمه للعالمين ففين نحن من هذا الرحمه الشامله واش رحمة رحماء احبتي واش باش نستحقوا رحمه الله فالراحمون يرحمهم الرحمن كما قال صلى الله عليه وسلم ماذا لو رجعنا انفسنا احبتي ماذا لو جهدنا هذه النفس باش تكون رحيمة أنا كان يعني أدعو نفسي وأدعو كل واحد كيسمعني يسمعني الآن يعهد الله على أنه يكون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القدوة قدوة في هذا الخلق الرفيع اللي ما كتستقمش ما العيش إلا به فما خوضوا نفسي رتو صلى الله عليه وسلم إلا باش نتخذه قدوة أحبتي في الله بعد هذه الوقفة مع خلق من أخلاق صلى الله عليه وسلم الرفيعة خلق الرحمة أه، نتلاقاو إن شاء الله في الحلقة القادمة بحول الله باش نسلطوا الضوء على مرحلة طفولة النبي صلى الله عليه وسلم ونخليكم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته <applause>